ما قبل النهاية، سقوط إيلي كوهين. المقابلة دي اتقال عنها إنها كانت الغلطة اللي وقع فيها كامل أمين ثابت، وبيدق المسمار الأخير في نعش إيلي كوهين. روايات قالت إن الحزب البعثي قدر يساعد كامل أمين ثابت وقربه أكتر من أصحاب القرار، وده طبعاً بعد دوره معاهم ومساعداته المادية للحزب لحد ما وصل للحكم. وروايات تانية نفت الكلام ده. الرواية الأولى ما هي إلا محاولات صهيونية لكسب شو إعلامي وانتصار مزيف عن قدرة الموساد في عملية الاختراق داخل الشأن السوري. في ترابط قوي جمع بين البعثيين والضباط النازيين المتواجدين داخل سوريا، منافع متبادلة ما بينهم، ووصول البعثيين للحكم أدى لحماية أكتر للضباط النازيين، واللي كان منهم الاسم اللي قلناه في بداية الحلقة، لويس برونر. تشعب كامل أمين ثابت وعلاقاته خلت الموساد يستدعي سنة 63. الموضوع بيكبر، لويس برونر نقل أخبار عسكرية وسياسية. كم الرسائل اللي كان بيرسلها كل يوم كان كتير جدا، ويمكن دي النقطة اللي اتحسبت عليه من الموساد نفسه. اجتماع ثلاثي تم بين كامل أمين ثابت وماجد شيخ الأرض، وده الشخص اللي دخل كامل أمين ثابت الأراضي السورية من لبنان، واللي كان رفيقه لمدة 3 سنين ليه في دمشق. وكان الثالث هو شخص ألماني اسمه روزيلو، صديق لماجد شيخ الأرض، واللي طلب منه إيلي كوهين إنه يقابله بيه. طبعا روزيلو ده اسم مستعار، أما الاسم الحقيقي فهو رادي مخر، ضابط نازي هارب لدمشق وصديق للويس برونر. المقابلة دي اتقال عنها إنها كانت الغلطة اللي وقع فيها كامل أمين ثابت، لأن المخابرات السورية قدرت ترصد المقابلة دي. إيه الرابط بين تواجد رجل الأعمال الوطني السوري القومي كامل أمين ثابت وبينهم وتمت مراقبته؟ كان في مشروع عربي وهو تحويل مسار نهر الأردن، بعد ما اقترح إيريك جونستون المبعوث الخاص بالرئيس الأمريكي أيزنهاور لمشروع تقسيم مياه نهر الأردن سنة 1955. قال إن الأردن تاخد 720 مليون متر مكعب، والكيان الصهيوني حصته هتكون 565 مليون متر مكعب، وسوريا 132 مليون متر مكعب، ولبنان 35 مليون متر مكعب. رفض العرب الكلام ده كله، وبعد مناوشات وصراعات اتفق العرب على تحويل مجرى مياه نهر الأردن علشان الكيان الصهيوني ما يطلش منه حاجة. الفكرة هنا ان الكيان الصهيوني كان شايف ان الحصة دي مش كفاية ليه اصلا، وكان بيخطط لاكتر من كده، وبدأ العرب العمل على مشروع التحويل. لكن سنة 64 بيقصف الصهاينة المشروع بعد ما وصلوا للخرائط وأماكن المعدات، وده كان عن طريق كامل أمين ثابت. وثائق أرشيفية كتير بتقول إن كوهين كان بيعرف كل التفاصيل الفنية اللي بتتعلق بالطيارات السوفيتية اللي كانت بتعتمد عليها القوات الجوية السورية وغيرها من المعدات، ده غير مرافقة القادة ليه في جولات للتحصينات السورية في هضبة الجولان في الوقت اللي بينفي فيه الجانب السوري الكلام زي ما ذكرنا قبل كده. ما قبل النهاية، سقوط إيلي كوهين. مع إنها تعتبر النهاية للبعض، ولكن النهاية الحقيقية لسه بدري عليها. حتى الخطوة دي فيها روايات مختلفة. رواية بتقول إن مصر كان ليها الدور الأبرز في عملية إلقاء القبض عليه، وده عن طريق الجاسوس المصري رفعت الجمال اللي هو رأفت الهجان. الرواية بتقول إن سنة 64 رأفت الهجان كان عنده رحلة شغل سياحية في روما، وشاف صورة في مجلات وجرايد لقيادات عسكرية سورية ومعاهم شخص واحد مدني، وإن الشخص ده عضو قيادي في حزب البعث واسمه كامل أمين ثابت. طبعا رفعت الجمال اتعرف عليه لأنه كان عارف إن ده هو إيلي كوهين، وبينقل رفعت الجمال الخبر ده للقيادة المصرية اللي قامت في سرية تامة بإرسال مدير المخابرات المصرية صلاح نصر وقتها لسوريا، ورفضت نقل الخبر بالتليفون أو بأي شكل. وهنا بيقابل صلاح نصر الرئيس السوري أمين حافظ
ويبلغوا بالخبر اللي وقع عليه زي الصاعقة، وبيدق المسمار الأخير في نعش إيلي كوهين. رواية تانية بتقول إن في شكوى راحت للاستخبارات السورية من السفارة الهندية بعد تكرار عمليات تشويش لاسلكية، ولما راقبت شعبة المخابرات العسكرية السورية التردد لقت إنه مجهول المصدر. وفي الوقت ده كان بيتم مراقبة كامل أمين ثابت بعد اجتماعه الثلاثي اللي ذكرناه مع ماجد شيخ الأرض وروزيلو، ولقوا إن بيت كامل أمين ثابت والسفارة في نفس المكان. وبالتضييق والتتبع وقع الجاسوس 88، وفي 18 يناير سنة 1965 تم إعدام إيلي كوهين علناً في ساحة المرجى بدمشق بعد محاكمته، وفضل متعلق لمدة 3 أيام وتم دفنه في مكان سري. وبعد محاولات صهيونية كتير للحصول على رفاته واللي كانت بتترفض من الجانب السوري، تتم عملية سرية للكيان الصهيوني في سوريا سنة 2018 للحصول على ساعة الإيد اللي كان لابسها إيلي كوهين وقت القبض عليه، علشان تهديها لمراته وتوصل لها رسالة إنهم مش ناسيينه. ولسه الكلام عن إيلي كوهين بيحمل الكتير من الكتمان، ما بين إنه كان جاسوس فاشل أخد حجم أكبر من حجمه، وبين إنه خدم الكيان الصهيوني وحقق المطلوب منه. هنعرف الحقيقة الكاملة وقت النهاية اللي هتيجي في يوم من الأيام.